والله ما بي. من إيه المستشار رغم ان هو في الحبس بس برضه المشاكل وراه وراه والمره دي مشكلته مع ابن امير يقال ان خناقه كبيره قوي كانت بين الاثنين يا ترى ايه بالظبط اللي حصل بين مرتضى منصور وابن امير وازاي اصلا اتخانقوا سوا على الرغم ان المستشار في الحبس كل ده واكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده فخليكم معانا بامانه الله يكون في عون جماهير نادي الزمالك كل يومين تصحى على خبر شكل يخص خناقه او مشكله لنادي الزمالك ويكون طرف فيها المستشار مرتضى منصور بس الغريب المره دي ان الخناقه بينه وبين ابنه امير اللي هو مدير الكره في النادي وكله بسبب كابتن فريرة اللي شكله هيمشي خلاص المهم علشان ما نضيعش وقتكم ندخل في تفاصيل الخناقه على طول على حسب الاخبار المتداوله من موقع القاهره 24 وموقع اوان مصر فامير مرتضى منصور المشرف العام على الكره بنادي الزمالك رافض فكره خالد جلال على راس القياده الفنيه لنادي الزمالك واللي مرسوم لها تمشي النادي الفتره اللي جايه لو رحل المدرب البرتغالي فيريرا على حسب الكلام المتداول فكان في زياره امبارح لمرتضى منصور في الحبس الشخص اللي زاره ده هو محمود العسال المستشار القانوني للنادي مرتضى قال له فكك من كلام امير مرتضى اللي بيقوله ده انا لما اطلع هجيب خالد جلال يمسك النادي ولما امير سمع الكلام ده زعل جدا من ابوه واتصل بيه وحصلت الخناقه او بمعنى اصح حصل بينهم اختلاف وجهات النظر يعني ووفقا للمعلومات المتاحه فامير مرتضى منصور حط ثلاثة خيارات للجهاز الفني لنادي الزمالك مفيش بينهم خالص خالد جلال واللي قلنا من شويه مرتضى منصور متمسك بيه جدا ومصمم يجيبه لخلافه البرتغالي فيريرا لو عاوزين تعرفوا مين هي الخيارات الثلاثه اللي حطتها امير مرتضى منصور فاحنا هنقولها لكم بس ما تستغربوش واول اختيار اختاره امير مرتضى منصور هو احمد حسام ميدو اللي لسه ماشي من نادي الاسماعيلي بعد نتائج وحشه جديد. المهم دلوقتي ان هو ممكن يكون له رزق مع نادي الزمالك بعد ما امير مرتضى منصور حطه على راس اختياراته لتدريب نادي الزمالك تفتكروا ممكن يجي دي تبقى مفاجاه الموسم في الكوره نروح للاقتراح الثاني مصدر قريب من نادي الزمالك بيقول ان تاني الاختيارات اللي حطها امير مرتضى منصور لتدريب الفريق خلال الفتره المقبله هو مدرب اجنبي من اجل بناء الفريق في اللي باقي من الموسم ده علشان يكونوا على تم استعداد للموسم الجديد اما بقى الاختيار الثالث والاخير اللي حطه امير مرتضى منصور لتدريب نادي الزمالك هو كابتن فريرا، عايز يخلي كابتن فريرا مكانه ما يمشيش بس يجيب له مساعدين اجانب يقفوا معاه في الفريق ويظبطوه على الاخر، مرتضى منصور اللي رافض اختيارات الثلاثه اللي امير حاططها وقرر تعيين خالد جلال علشان امير يتعصب ويحلف انه لو جه مش هيدخل النادي ولا ناوي يشتغل معاه، تفتكروا مين اللي هيمشي كلامه في الاخر وهل امير هيسيب الزمالك فعلا؟ اكتبوا لنا رايكم في التعليقات.